معنا أستاذ هاني حسني، موجه فضل. التربية الاجتماعية بإدارة القاهرة الجديدة. أستاذ هاني برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. وإحنا النهاردة يعني حضرتك مشرفنا هنا، أستاذ إسماعيل برضو مشرفنا، وبنتكلم على فكرة دور المعلم وقيمة المعلم اللي إحنا بنحاول نكون بنزرعها ونكون بنحاول إن إحنا نعظمها أكثر من ذلك. وأستاذ إسماعيل كان بيتكلم معانا على فكرة لائحة الانضباط الجديدة، فكنا حابين نسمع من حضرتك عن لائحة هذه لائحة الانضباط. اولا انا بشرف بحضرتك استاذ مايكل وبشرف الاستاذ اسماعيل محمود. ربنا يخلي حضرتك. هقول لحضرتك لائحه الانضباط المدرسي يا فندم بيتعالى قرار وزاري 287 ل 2016. اللائحه دي بتنظم العلاقه بين الطالب وولي الامر والمدرسه. الطالب وولي الامر والمدرسه، كده المعلم مش موجود فيها. تمام. بتتكلم بقى عن حقوق واجبات الطلاب واولياء الامور ومسؤوليه اداره المدرسه والاخصائيين الاجتماعيين والمعلمين نحو الطلبه. في مشكل لكل مدرسه يا فندم لجنه اسمها لجنه الحمايه المدرسيه. بيبقى فيها رئيس مجلس الامناء ووكيل شؤون الطلبه وامين اتحاد الطلاب واحد المعلمين بيتم اختياره بانتخاب، واخصائي نفسي ان وجد والاخصائي الاجتماعي. بتعمل بقى ايه اللجنه الفرعيه دي؟ زي ما في لجنه حمايه مدرسيه لكل مدرسه يا فندم، برضه في مشكل لكل اداره لجنه اسمها لجنه فرعيه. لجنه الحمايه المدرسيه دي بتعمل ايه؟ بتاخد الاجراءات اللازمه عشان تحل المشكلات الموجوده في المدرسه. تمام. من خلال اللجنه اللي انا ذكرتها لحضرتك دي كلها. تمام. وبتاخد التقرير من الاخصائي الاجتماعي يا فندم وبترد على اللجنه، وبتعمل تقرير شهري بترفعه للاداره. الكلام ده موجود دلوقتي وزاري 287 يا استاذ مايكل. يمكن ده القرار الوزاري 287 ده اهم مميزاته عن كان في زمان قرار اسمه 515 لتقويم سلوك الطلاب. ده كان ضعيف. القرار ده قوته في ايه يا فندم بقى؟ جايب لك نوع المخالفه وجايب لك ثلاث معالجات. يعني ايه ثلاث معالجات؟ يعني مثلا نوع المخالفه مثلا لو هنقول مثلا الهروب من المدرسه. جميل. جايب لك معالجه اولى نعمل ايه؟ معالجه ثانيه نعمل ايه؟ معالجه ثالثه نعمل ايه؟ في كل فعل في ثلاث انواع من المعالجات بالتدريج. مثلا المعالجه الاولى دي بتبقى اخف وطأة يا فندم، بمعنى ايه؟ اللي هي تقديم النصح والارشاد للطلبه والكلام ده كله. بتيجي بقى المعالجه الثانيه برضو بتبقى اكثر، يعني مثلا ايه؟ بتبقى مثلا ابلاغ مثلا ولي الامر بالمشكله. المعالجه الثالثه بقى قد يكون اللي هو مثلا بنحول الطالب لجنه الحمايه الفرعيه في الاداره. يعني المعالجات بتتم كده، المعالجه الاولى بتبقى اخف وطأه نصح وارشاد للطالب، المعالجه الثانيه الثالثه فعلا من القرارات المهمه جدا 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 اللي نزلت عشان تنظم العلاقه بين الطالب والامر والمدرسه. استاذ هاني يعني هذه اللائحه الجمهوريه افندم، يعني هذا الكلام ممكن يكون موجود امتى؟ يعني هذا الكلام كان موجود قبل كده مثلا هو غير منفذ، ولا هذا الكلام هو مجرد يعني بس زي ما بيقولوا؟ لا يا فندم، منفذ يا فندم. لا منفذ يا فندم، منفذ من 2016 يا فندم. تمام. منفذ القرار ده يا فندم، منفذ ومفعل. يمكن مثلا ممكن ما يكونش موجود في كل المدارس، او يمكن يكون مش مستخدم بشكل كافي. لا موجود في كل المدارس ويطبق يا فندم في كل المدارس. وزي ما قلت حضرتك في لجنه اسمها لجنه الحمايه المدرسيه. لكل مدرسه لجنه. طيب. حمايه مدرسيه. استاذ هاني اذا كان هو موجود طيب ومطبق، ليه دلوقتي بنشوف ساعات وقائع تعدي على المعلم بشكل او باخر، او وقائع ليها علاقه بهروب الطلبه من المدارس او كل هذه الاشياء؟ لا بص يا فندم، هو القرار الوزاري بيفعل من قبل الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس. تمام. لو هنتكلم بقى يا فندم حته المشاكل والعنف والكلام ده كله موجود في المدارس. هو موجود لكثره عدد الطلبه في المدارس. انت اقل مدرسه يا فندم دلوقتي انت بتتكلم في 2500 3000 طالب. معايا يا استاذ مايكل؟ مع حضرتك يا فندم. اكيد 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 في نسبه تناسب، يعني من 3000 طالب هتلاقي مثلا ايه 50 طالب 55. لازم هتلاقي نسبه يا فندم، لازم. بس انا عاوز اقول لك حاجه. طبعا. لان انا فعلا انا مع تفعيل القرار الوزاري ده. القرار ده من ساعه ما نزل 2016 يا فندم، وفعلا حد من المشكلات المدرسيه اللي في مدارس جمهوريه مصر العربيه. حد بنسبه كبيره جدا المشاكل اللي موجوده في المدارس في مصر. تمام. يعني صراحه يا استاذ هاني احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني حضرتك عرفتنا على هذه اللائحه وعرفتنا يعني على هذا القرار، يعني نشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ هاني حسني، موجه التربيه الاجتماعيه باداره القاهره الجديده.